من حنون إلى عزيزنا حسن الصوابني. آه يا حسن، لم غادرتنا وكنا أقسمنا أن يصادقنا الموت وأن لا يرتجف منا وأن لا نرتجف منه؟ لم تنام ولا تصحو وقد علمتنا أن الصحو فرض عين؟ لم جمدت الشفتان وقد عرفناهما دوما تبسمان؟ أنت الذي ما فارقت السعد إلا لوصاله، كيف لا تعود؟ أوقفني في الشوق وقال لي: من يكون حسن؟ قلت: حسن المعشر وحسن الخلق وحسن الحس، دون استئذان يتسلل حبا إلى قلبك وفكرة النشوى إلى رأسك وسلوكا ألقا إلى مساحات مشيك. أوقفني في الألم وقال لي: من يكون حسن؟ فقلت: أحد مواطني السبعينات الذين حملوا هموم الحاضر والغد وهموم الحاضر في الغد، وحملوا في حقائبهم حبهم الدامي ومرحهم الباكي، وفتحوا طريقا نورانيا إلى عتمات اللحن الجميل، وصاروا على امتداد الأحلام أحلاما في الأحداق نورا ترى النور. أوقفني في الجرح وقال لي: من يكون حسن؟ فقلت: جاء وحيدا يعشق المرأة والوطن ويمشي دموعا على خد الكدح والكفن، جاء ينبوع ماء يبلل ما جف من حلوق من صدحوا بعز الوطن، جاءه العرفان وجاء به إلى رباطنا وإلى مواطن تفاصح طريق انشقت في سماء وجه ولا وجهه نحو الله. جاء مدثرا بالسعد إلى حصن لعلو والعين شرارة تحرق سهل الانبطاح. آه يا زمن الانبطاح، آه من زمن الانبطاح. جاء في 73 ليحتفى به 53 يوما بمخفر نتن الاسم والجدران والفراش، لذا افترشنا الحب والتحفنا النجوم والأقمار وتوسدنا أحلامنا. كان ينشد السعد شعرا ويطرب الرفاق غناه، ويعلو على الوهاد الكادحات أملا ممدودا إلى السماء. آه يا سماء لا تخوننا، آه من سماء لا تخوننا. كانت السماء بين يديه وكانت الكلمات تشرق من بين شفتيه، لم يكن قط كلام حروفا رعناء بل حروفا تمحو الحجاب لتؤسس بسمة الألفاظ على وجوه الأطفال في حنايا الظلال. أوقفني في 23 من مارس وقال لي: انتفت التربة وما انتفى الإنسان، مصوا الدماء وبنوا حصونا من دموعنا وشهقاتنا وملأوا بطوننا بكيات أعقاب السجائر، ووقعنا حين وقعنا على امتطاء الرؤية صاعدة آهات على شرفات شعاراتنا. آه يا شعاراتنا، آه من شعاراتنا. من يكون حسن؟ حسن نسج من الدم دما وبنى على نفسه حجابا، ومعه نوره الذي صعد بنا ورأى الحق. ومشى بي الفزع نحو حسن، مشى بي ومشت بي بسماته وهي تورق أقحوانا وورودا، مشت بالغصة تقضم حنجرتي وجميل ألحاني، مشت باللوعة في ثنايا الأشجان والأحزان. مشيت إليك يسبقني هواي، فجئناك ثم جئناك، كنت الفكرة وكنت الضوء المشع في الطرقات الصاعدة إلى السماء. أوقفني في المعتقل وقال لي: من يكون حسن؟ فقلت: حسن شاب سبعيني أحب المرأة وأحب الوطن، وأقسم أن يخرج إلى الفضاء
عاريا من الفقر، مدثرا بأبجديات كل الأوطان، يشدو بآي المساواة في السر والعلن. حسن الذي لعن الصمت حين لعنهم وتصدر الجموع وهي ترسم لوحة الغد، جاءنا يبتسم. يكتب شعرا وينثره على الوجوه الصموحة وردا وعشقا، يبتسم مناضلا يساريا، يرسم سعده في سماوات ألق الذوات وهي تكتب نضال يسار باسم، يعلو الجباه ويرنو إلى سوالف المصائر. حسن هنا حسن هناك، وجه نوراني يمشي الهوينا في دموعنا، يرسم من أنفاسنا بسمة الطفل البريء في وجناتنا، يصحو كل صباح يتفقد وقع خطانا في هبات النسيم وينام ينام، لكن صوته نشيد يسري في شرايين الوطن الممتد إلى آفاق الغد، يسري يسري. يعني اليوم انبهرت لما رأيت العمل الذي تقوم به الجمعية، يعني عمل راقي، ونطلب من المجتمع المدني أن يسهم ويساهم في مساعدة السفراء الذين يقومون بالعمل الإنساني. يعني بدون مجاملة العمل اللي شفته اليوم انبهرت له، أنه بناية مخصصة لمتبرعين بالدم، هذا يعني هذا يطلب مجهود كبير وتضحيات كبيرة. نشكركم على هذا العمل باسم الفيدرالية الدولية. وهذا بما أنني رئيس جمعية محليا في ولاية الموقرة بالبويرة بالجزائر، أريد أن أهدي هذه الهدية المتواضعة من ولاية البويرة للسيد حسن.